أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو زهرة العرب. كل عام وحضرتكم بخير، وإليكم نشرة أخبار محافظة الغربية لهذا اليوم الأحد الموافق 10 من شهر مايو من العام 2020، 17 من شهر رمضان المبارك من العام 1441. وإليكم أولا عناوين الأخبار. وكيل وزارة الزراعة بالغربية يعلن عن توريد نحو 70744 طنا من القمح. وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتفقد عددا من مدارس بسيون في ثاني أيام تسليم المشروعات البحثية الطلابية، ويحيل عددا من العاملين بمدرستين للشؤون القانونية. حملة مكبرة لشرطة المرافق بطنطا لضبط المحال التجارية المخالفة لقرار الحظر. مصرع موظف وإصابة اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطنطا. ونبدأ النشر بهذا الخبر، حيث أعلن المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية عن توريد نحو 70744 طنا و256 كيلو قمح هذا اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية. وأشار عبد الجواد أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد والذي بدأ حصاده في شهر أبريل الماضي وحتى الآن بلغت 101766 فدانا. ونشد وكيل الوزارة المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. تفقد اليوم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عددا من مدارس إدارة بسيون التعليمية للإطمئنان على حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية للطلابية، حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد عصام محمد الفيشاوي بالحداد للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد سامح كمال الشهاوي الإعدادية بقرنشو، وتبين وجود عددا من المخالفات أهمها تواجد عددا كبيرا من التلاميذ ومعهم المشروعات البحثية الخاصة بهم دون توفر الإجراءات الوقائية الاحترازية بين الطلاب بسبب الزحام وأيضا عدم التنظيم، بالإضافة إلى قيام بعض المعلمين بتحصيل مبالغ مالية من التلاميذ بالمخالفة للتعليمات. وعلى الفور قرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرستين وجميع المعلمين والمكلفين بالعمل في ذلك اليوم إلى التحقيق الفوري بمعرفة الشؤون القانونية بالإدارة. كما قام وكيل الوزارة بالتواصل الفوري مع مدير عام الإدارة التعليمية ببسيون لسرعة الانتهاء من التحقيقات الفورية والإفادة العاجلة بنتيجة التحقيقات وإرسال تقرير وافي عن المخالفات بالمدرستين وإحالة لجان المتابعة المكلفة بمتابعة تلك المدرستين للشؤون القانونية للإهمال والتقصير في العمل. شنت شرطة المرافق بالغربية مساء أمس حملة مكبرة بمدينة طنطا تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وقادها العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم محمد علي وكيل القسم. أسفرت تلك الحملة عن رفع حالات عديدة من الإشغالات وغلق وتشميع مقهى بمنطقة الحكمة بطنطا لمخالفتها قرار الحظر. وأخيرا لقى موظف مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، وذلك بالطريق الزراعي السريع بنطاق قرية مدحي بيش بطنطا، حيث تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اختارا بالحادث الذي وقع بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية لمكان الحادث، وتبين أن الحادث قد أسفر عن مصرع موظف بالري وأصابت اثنان آخران، وتم نقل المصابان في حالة خطيرة لمستشفى المنشأوي العام بطنطا لإسعافهم، كما تم التحفظ على الجثة بالمشرحة وتحرر المحضر بالحادث واختار النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة. كانت هذه هي أهم أخبار محافظة الغربية اليوم، قرأها عليكم محمد عوف، وسنوافقكم في الخدمات الأخبارية اللاحقة بأهم المستجدات. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.